السعر اللي انبنت عليه الميزانية سابقا يمكن في شهر 6 واللي هو 25 دولار كان مبني على أسعار النفط في وقتها واللي كانت منخفضة وقبل الاتفاق اللي تم بين دول الأوبك والدول من خارج الأوبك اللي ارتفع على أثرها السعر تقريبا أكثر من 70%. اليوم عندنا الميزانية على 35 باعتبار أن الأسعار قاربت 50 دولار تقريبا، بس دائما الحكومة متحفظة في أرقامها على أساس أن ما نأخذ إحنا الأرقام الحالية ونبني عليها ميزانيتنا، فيما لو انخفضت الأسعار مرة أخرى نكون في عندنا عجز كبير في الميزانية. اليوم الأسعار انخفضت تحت 50 دولار بسبب الأنباء اللي تواترت عن زيادة الإنتاج في النفط الصخري وغيره، محتمل أنها ترجع تنزل إلى 45. إحنا ما نقدر نحتفظ بالأسعار مثل ما هي عليه، وبالتالي الأسعار المتحفظة اللي حطتها المؤسسة وبنيت عليها ميزانية الدولة 35 دولار هي أسعار جيدة، وأعتقد أنها متوافقة مع توقعات المستقبلية حق أسعار النفط. شكراً.